من هي؟ أنا بعرفها زهرة، زهرة ما حدا بيطلع له معها، ما حدا طلع له معها غيرك أنت. لا خلصنا بقى، زعلت لحالها بترضى لحالها، كل ما حردت بدك تروح لبيت أهلها تجيبها ولا مشكلة هي. ما قصنا كان. ما اختمر. ماشي الحال. إنه التليفون. غير الديوان. يلا شايل شايل. مين؟ ألو؟ زهرة؟ أنا مو زهرة، زهرة راحت لعند أهلها. لا ما عندهم تليفون بالبيت. أنا غادة. جوزة بديع. هلا تخلي بديع جوزة يعطيكم العنوان، أنا ما بعرفه. فصل الخط. لك داعي لسه بتلعي على التليفون، مين كان؟ واحد بده زهرة، قلت له راحت لعند أهلها. شو بده منا؟ ما بعرف، طلب العنوان، قلت له لا بديع بيعطيك إياه، عم فصل الخط. شفتوا؟ شفتوا إنه ماني غلطان أنا؟ لسه بيقول لي مو غلطان. هلا اذا حدا افترى على مرتك بتكون حضرتك مو غلطان. لك لا حدا افترى ولا شيء، لو ما بده زهره حصرا كانت حكش بغاده حتما. اي بخلع رقبته ورقبتك. لك يا جماعه لازم نتاكد من الموضوع، ما بصير هيك نظلم زهره. ايه بدنا نتاكد بعد ما يكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. روحي شوفي مين. روحي. ايه جاي جاي. الو؟ ايه انا غاده، مين حضرتك؟ مين فارس؟ مين ها؟ نفسه اللي اتصل قبل شوي، بس هالمرة ما بده زهرة، قال بده يعني. منين بيعرفك؟ شو بيعرفني؟ أول مرة بسمع صوته. شو بيعرفك ما هيك؟ بلا تلفيق، شو ما بتعرف مرتك؟ ياما تحت السواهي دواهي. شفي؟ شو هالحكي أنت بتشوفيني؟ طبعاً، أنا كل نهار عم بق الدم ورا التركسيون وأنت هون دايرة، لا حسيب ولا رقيب. لك شلون لا حسيب ولا رقيب؟ شو خيال صحراء قاعدة أنا هون؟ طول النهار قاعدة فوق راسك، ليل نهار ليل نهار. أصلاً إذا بيكون في شيء بتكون تعلمته منك أنت. أنا ما بسمح لك تلزم حدا. وليش ما بتسمح لي؟ ولا أنت بحق لك تتهم مرتك وأنا ما بحق لي؟ بس ما عندك دليل. لا عندي نفس الدليل تبعك. شو هو؟ قلبي، أنا قلبي دليلي. وعم تغنيها كمان. لا حدا يرد ولا حركة انت وياه. ماشي. هلو؟ غادة مو هون، أنا ما بيمشي الحال. أنا نجاح أختها اللي أكبر منها. لا مو مجوزي، أرملة. لا جوزي مو ميت، مطلقني. رجال آخر زمان. قال سمع عني مسموعيات، قال. في شي صحيح وفي شي مو صحيح. أنا ما فيني مجوزة مو مجوزة، ما بقدر ما أحط عيني على الرجال اللي بيعجبني. أنت أنت عاجبني من غير ما أشوفك، من صوتك. أنا بعرف بالصوت وبس. ما بتعرف، بجوز تعجبني أكثر وبجوز تسقط من عيني، على التجربة. إيه لنشوف. لك لا ليش المطاعم؟ هون بنعمل أحسن جو نحن. منفوت بالموضوع دغري بدون مقدمات. طب غم دجني دجتك العافية. أنا هيك بحب العنوان. ما بيضيع حدا العنوان. بتقله نزلني جنب الفرن. أوكي مع السلامة. يلا ضربولي حالكم وقعتوا لجوا، أنا عندي شغل. عندك شغل؟ امي هون برود جوا شوب. لك فارس جاي بشحمه ولحمه لعنا لهون. ومين هتفارق؟ يلي عم يتصل، يلي حضرتك مفكر انه غاده بتعرفه. خلص امي انحلت المشكله. خلص يعني اقتنعت؟ انا من الاول مقتنع، بس مشان فهم هالقديش. بديع مو قديش، انت القديش. لا امي انا قديش وستي القديش، اصلا لو ما كنت قديش ما كنت اتهمت زهره، وما كانت حردت برحت بيت اهلها وانا اقول لحالي ما بقدر. قديش قديش ما اختلفنا، روح جيبها بيت اهلها بتلزمني. وإن شاء الله فارس جاي عندي. إيه بدي تجهزوا لي حالكم، تدعكوا لي يا دعكة محترمة هو وفي